شرح بسيط وسريع لضغط الصور. فسنستخدم أو أفضل موقع لذلك هذا هو. قبل ذلك اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد من الفيديوهات التي أنشرها. عند البحث في محرك البحث جوجل مثلا ضغط الصور تجد الكثير من المواقع التي تقدم هذه الخدمة، ولكن أغلبها يقوم بعمل حد لعدد الصور التي تقوم بضغطها، مثلا يعطيك إمكانية لعشر صور في اليوم أو كذا. كما أن ضغط الصور يكون يغير من حجم الصورة أكيد ومن جودتها. أفضل موقع استخدمه هذا هو، اسمه سكوشو العالم. هذا هو الموقع، كذلك فيه لديه تطبيق مرافق. بمجرد نستخدم هذه الصورة كذلك لمحرز هذه نشوف نشاهد حجمها 44. سنجرب عند ضغطها ونشاهد. بمجرد وضعها كما شاهد يعطي كذلك الجودة متشابهة، لا يوجد فرق بين الصورة اليمنى هي تم ضغطها واليسرى الأصلية. اليسرى الأصلية كما شاهدون 43، وعند ضغطها أصبحت 29، يعني حوالي تقريبا 40%. فنشوف الصورة وجودتها من هنا. الصورة كما نشاهد هذه المضغوطة، فكذلك الصورة أصلية من هنا كما نشاهد لا يوجد فرق أبدا، يعني نفس الجودة. موقع بسيط وجيد لضغط الصور كما شاهدتم. كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة. شرح آخر، شكرا للمتابعة. اشترك في القناة لم تكن مشترك، لايك للفيديو. للشرح القادم، سلام.